بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو رقم 13 في سلسلة شرح الببليشر الناشر التابع لحزمة مايكروسوفت أوفيس من خلال تصميم صحيفة حائط أو مجلة حائطية. النهاردة الفيديو بتاعنا رقم 13 بعنوان ما هو القطع والانقسام في صحيفة الحائط. كتير كده لما تخلص الصحيفة الحائط بتاعتك وترفعها على الانترنت في جروبات الاخصائي اللي في الجروبات الكتير اللي هي مهتمة باخصائي الاعلام التربوي او اخصائي الصحافة، ومنها الجروب بتاعنا اخصائي الاعلام التربوي اخصائي الصحافة رؤية خاصة، كتير كده يعني تجد النقد من بعض الاعضاء او الناس اللي هم يعني فاهمين في الفنيات الخاصة بتصميم صحف الحائط، يعني يعلق على صحيفة الحائط بتاعتك، على المجلة بتاعتك الحائطية بكلمة واحدة، يقول لك مقسومة أو مقطوعة بها قطع، قطع أفقي أو قطع رأسي. وانت يعني تحتار خالص، يعني ايه مقسومة دي؟ ايه صحيفة الحائط مقسومة أو بها قطع؟ ايه الانقسام وايه هو القطع؟ ده اللي هنشرحه أو هنحاول نتعرف عليه علشان نتجنبه في بعض المهارات او بعض البيانات والمعلومات اللي بنتعرف عليها وبنتعلمها علشان نحاول نطبقها في شغلنا ونشتغل عليها كده وننفذها، وفي بعض البيانات وبعض المعلومات اللي بتحاول تعرفها وتتعلمها علشان حضرتك تتجنبها وما تقعش فيها. فالنهاردة هنحاول نتعرف ايه هو الانقسام او القطع بحيث ان احنا نبعد عنه كل البعد، لان ده عيب خطير في صحيفة الحائط او المجلة الحائطية. قد يكون ان حضرتك يعني انفقت عليها من جيبك الخاص وصرفت عليها وتعبت جدا في كتابتها وتدريب الطلاب عليها والصور والكلام ده هوت، وقعدت تشتغل فيها انت والطلاب اللي عندك يعني اسبوع او اكتر، وفي النهاية صحيفة الحائط بتاعتك بسبب يعني عيب بسيط زي ده يعني تتركن كده، ما تروحش المعرض ولا يتم عرضها ولا يتم المشاركة بها في المسابقات المختلفة. تعال نتعرف على القطع الأفقي والرأسي أو الانقسام في المجلة الحائطية. هنفتح هوت صحيفة الحائط اللي احنا كنا صممناها. الحمد لله بفضل الله عملنا تصميمات مختلفة في جروب أخصائي الإعلام التربوي أخصائي الصحافة رؤية خاصة لكل أنواع صحف الحائط، صحيفة حائط كاملة كده أفقيا أو رأسيا، وصحيفة حائط نصفية نصف لوحة أفقيا أو رأسيا بنظام الأعمدة، 8 أعمدة أو 6 أعمدة أو 4 أعمدة حسب المقاس بتاع صحيفة الحائط. دلوقتي دي صحيفة حائط اهيت، ماشي، ماكيت لصحيفة حائط فيها مانشيت و ده موضوع العنوان والشعار في نصف اللوحة هوت، المانشيت فوق العنوان الرئيسي والعنوان والموضوع بتاعه هوت. انتبه ان المانشيت هنا كده اهو الاصفر ده العنوان الرئيسي والموضوع بتاعه على عمودين، وبعدين تحته موضوع على عمودين ولكن يعني واخد حرف شكل 2 كده، رقم 2 بالعربي، ماشي، وبعدين الاعلان تحت في الركن اهو. يبقى الموضوع ده على عمودين من فوق ومن تحت على عمود واحد. الموضوع ده هوت اللي هو الرئيسي ده اللي في عليه المانشيت الرئيسي، الرأس بتاعه من فوق على 1 2 3 4 5 6 أعمدة ومن تحت على عمودين. الموضوع ده هوت اللي أنا بشاور عليه ده اللي هو على شكل حرف 6 اللي في آخره من تحت الحكمة، من فوق على 1 2 3 أعمدة ومن تحت على عمود واحد. الموضوع ده هوت على كام عمود؟ من فوق على 2 ومن تحت على عمود واحد اللي هو فوق الكاريكاتير ده، ماشي. صحيفة الحائط اللي قدام حضرتك دي ما فيهاش اي نوع من الانقسام او القطع. ايه هو القطع او الانقسام؟ القطع او الانقسام، انت شايف العمودين الاولانيين دولت، انتبه كده معايا، هم لو شلنا الاعلان ده من هنا، خدنا الاعلان ده حطناه في اي مكان اهوت، وده اصبح موضوع واحد. انتبه وركز معايا،
ده موضوع واحد اهوت، المساحة ديت اللي هي المستطيل ده، واللي فوقها ده مستطيل موضوع واحد. هل حصل الانقسام؟ لا لسه، لان المانشيت هنا على 6 وهنا الموضوع منتهي على 2. يبقى المانشيت ده هوت لو هو صغير لحد هنا، والخط ده نكمله لحد هنا مثلا، وخدنا ده هنا كده، ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاليا ان انا عندي العمودين الاولانيين في المجلة دولت، واخد بالك، ممكن ما اشوف مقسومين من هنا همت، يعني الخط ده بادئ من اول الصحيفة من تحت لحد اخرها من فوق، اللي هو الخط ده اللي انا هلونه دلوقتي بالاحمر ده، ده الخط اللي بالاحمر ده اهوت كده. بص كده للصحيفة كويس، الجزء ده من الصحيفة مستقل بذاته، ها، يعني فيه قطع او انقسام، يعني اللوحة ديت انا ممكن من هنا كده دولت بعيد عن اللوحة، ما لهمش علاقة بيه، ده انقسام رأسي، ده انقسام ايه؟ رأسي، تمام؟ طيب ممكن يحصل فين كمان الانقسام الرأسي ده؟ هنا في الناحية دي، لو العنوان ده هوت على عمودين كده، والموضوع ده على عمودين كده، ماشي تمام، والموضوع ده مثلا على عمود واحد اهو، وده مش موجود هنا، تمام، ركز معايا كده، انت شايف العمودين دول كده اللي هما في اخر اللي على الشمال، لو خدنا الخط ده وجبناه هنا، كده اصبحت صحيفة الحائط بتاعتي فيها انقسام مرتين، فيها قطع مرتين، مش حتى لو خدت الاعلان والحكمة وحطيتهم هنا مفيش مشكلة برضه، هو نفس الكلام اهو، اخر خبر والاعلان والكلام ده اهو متحط في مكانهم، بس برضو انا عندي انقسام هنا، يعني في خط ممكن تاخده بالمسطرة من اول فوق لحد تحت وما يقطعش اي مقال، يعني المقال ده لوحده مستقل اللي في الناحية دي، والمقال اللي في الناحية دي مستقل، ماشي، المقال الموضوعات اللي في الناحية دي والموضوعات اللي في الناحية على الشمال واللي في الوسط الاتنين بعيد عن بعض ما فيهمش تداخل، ماشي، يبقى الانقسام او القطع بيمنع التداخل، الانقسام او القطع بيمنع التداخل. تعالى ده الانقسام العمودي او الرأسي او الطولي، ماشي، اللي انا عملته باللون الاحمر ده، ماشي، تعالى نعمل انقسام عرضي ونشوف هو بيبقى ازاي، نعمل تراجع في كل الخطوات دي كده، ازاي انا بعمل تراجع لكل الخطوات مره واحده؟ طبعا احنا عارفين ان التراجع كنترول زد من لوحه المفاتيح او السهم ده، ماشي، اللي هو ده. طيب ازاي انا اعمل تراجع لكل الخطوات مره واحده؟ بص انا عندي اكتر من خطوه كده، دي شويه خطوات ياما هيت، اروح هنا على السهم الصغير ده وانزل كده لحد الاخر، ده اخر حاجه، تضغط عليها كده يعمل تراجع لكل اللي حضرتك عملته في صحيفة الحائط او في الملف ده. شرحنا كده القطع الرأسي او العمودي او الطولي، هنشرح دلوقتي القطع الافقي، ركز معايا عشان لو ما كنتش فهمت القطع الرأسي نحاول نفهم مع بعض القطع الافقي. لو انا عندي العنوان والصورة دولت، صغرت ده شوية ونزلت بالصورة دي شوية والعنوان ده شوية والخط ده نزلت بيه هنا، تمام اهوت، والعنوان ده هنا، حلو كده، ورحت حضرتك مزود الحكمة ديت، بدل ما هي حكمة واحدة لا انت عملت مجموعة حكم كتير اهم، واخر خبر ده بدل ما عملته خبر واحد لا عملت 3-4 اخبار، ها، يعني ركز معايا بالله عليك اهو،
خد بالك، وده نزلت بيه سنة صغيرة عشان يبقى يعني الخط جنب بعضه بالظبط، وده نزلت بيه سنة صغيرة. انت شايف الخط ده اللي ظهر ده العرضي ده من اول هنا لحد هنا؟ هرسم لك خط، هروح على طبعا من الصفحة الرئيسية في خطوط هنا اهيت، من تنسيق اقصد هنا في خطوط اهو، رسم خط اهو، هرسم خط من هنا اهو لحد هنا، والخط ده هخليه المخطط التفصيلي بتاعه عشان يبقى بس واضح اهوت باكبر بونت عندي وباللون الاحمر ده. شايف الخط اللي انا عملته ده؟ ده عامل لي انقسام افقي، يعني المجلة بتاعتي فيها جزء فوق اهو على بعض اهوت، ملهوش اي علاقة بالجزء اللي تحت ده، لان في خط فصل، مفيش موضوع هنا. المفروض الموضوع ده ينزل كده يعمل لي هنا ايه يعني، يقطع الانقسام ده، القطع ده في قطع دلوقتي. طيب حضرتك لو اخر خبر ده، بص انتبه معايا كده، رحت خليه اخر خبر واحد بس زي ما كنا شغالين ونزلت بالتكست بتاعه اهوت ماشي، والموضوع ده اهوت اللي هو على 3 اعمده من فوق ومن تحت على عمود واحد 3 من فوق اهوت اللي هو عنوانه ده وصورته ده، ادي عمود 2 3 التالت ده لحد تحت اهو، خلاص كده الانقسام ده اتلغى، الانقسام ده مش موجود، لان الخط اللي انا عملته ده، لان العمود ده ها مفيش انقسام كده، الانقسام ان يكون في خط واحد تقدر تشده من اول يمين صحيفة الحائط لحد اخرها، ما يقطعش ولا عمود، ما يقطعش ولا مقال ولا موضوع ماشي، يبقى كده مفيش انقسام. لوحة المجلة بتاعتي دي دلوقتي او لوحة الحائط ديت او اللوحة الحائطية دي ما فيهاش انقسام طالما الموضوع ده مكتمل كده، انما لو زودت اخر خبر ده وكملته لحد هنا مثلا اهوت كده كده يبقى في انقسام اهي مقسومة، لوحة الحائط بتاعتي مقسومة او مقطوعة. طيب خد بالك لو الحكمة دي روحنا منزلينها تاني كده، انتبه اهو، ورحت منزل التكست بوكس بتاعها ده كده، واصبح الموضوع ده هوت على عمود 2 3 والتالت نازل اهوت نازل ها، يبقى كده الانقسام اتلغى، الانقسام ايه اتلغى، مفيش انقسام كده، خلاص صحيفة الحائط بتاعتي سليمة 100%، يبقى ده نوع من انواع الانقسام ماشي، الانقسام الافقي. طيب فين كمان ممكن يحصل الانقسام الافقي؟ هنا شايفين الموضوع بتاعي ده، العنوان والشعار اخرهم من تحت الخط ده، والموضوع ده هوت اخره من تحت الخط ده، الموضوع ده هوت اللي على اليمين ده لاغي الانقسام. طيب اروح انا ارفع الصورة دي شوية والخط بتاعي ده هوت شوية تمام كده، واروح اجيب الخط ده واعمله هنا كده، عايز اعمل موضوع هنا تمام، واخد الخط ده اضيفه هنا، خد بالك من اللي انا بعمله ده عشان انا بحاول اغير في التعديل اهوت، عشان هعمل دلوقتي انقسام او قطع تمام، ورحت واخد الصورة ديت وحطيت صورة هنا اهوت، ورحت واخد العنوان ده نسخ اهو وحاطط عنوان هنا ايه رأيك في صحيفة الحائط ديت؟ ايه رأيك في صحيفة الحائط الحالية ديت؟ صحيفة الحائط ديت عين تروح عليها كده على طول، هل في خط ماسك من اول اليمين للشمال؟ ايوه في، كم مرة؟ موجود مرتين، مرة اهو وعامل قطع هنا، ومرة تانية هنا، يبقى الصورة اللوحة الحائط بتاعتي ديت فيها قطع مرتين، فيها قطع مرتين، مرة هنا تحت المانشيت مباشرة لأن الموضوع كده غير مكتمل
الموضوعات، الموضوع ده هوت، تعال نشيل الخط ده، الموضوع ده اخره هنا، ادي الخط بتاعه نهايته، والمانشيت اقصد العنوان والشعار اخره هنا تحت كده، والموضوع ده اخره هنا، ده في خط واحد قاسم المجال اللي هوت نصين اهو، ماشي. هي طبعا مش نصين، هي تلت وتلتين، يبقى هنا في انقسام في النقطة دي، وهنا برضو في انقسام في نفس النقطة دي، لو شلنا الخط ده اهوت هيكون في، هنشوف الانقسام اهو، بس انا حاطط لك خط احمر بس عشان يبين موضوع القطع او الانقسام. بنتعلم موضوع الانقسام او القطع علشان نهرب منه، علشان يعني حضرتك ما تجعش فيه، لان لو حصل وصحيفة الحائط بتاعتك اللي انت صرفت عليها وتعبت خالص في اعدادها، ماشي، حصل لها ان كان فيها موضوعات بتاعتها فيها انقسام او قطع، طبعا لان الانقسام او القطع بيمنع تداخل الاعمدة، لازم يكون في تداخل من اول ركن الصحيفة فوق لحد الركن الايمن لحد الركن الايسر من تحت، ماشي. انت عينك تروح على صحيفة الحائط كده على طول، اذا لقيت في خط ماسك صحيفة الحائط من اولها لاخرها سواء افقي او رأسي، يبقى صحيفة الحائط دي فيها انقسام، فيها انقسام او قطع، يبقى فيها انقسام او قطع. طبعا موضوع الانقسام او القطع ده مهم للصحف الحائط اللي حضرتك بتشترك فيها في التوجيه في المسابقات العامة للوزارة وغيرها، ولكن يعني هو موضوع مش ظريف، والمفروض ان احنا يعني الوزارة تسيب كده بعض المساحة للإبداع والابتكار من جانب الأخصائي. مش مشكلة ايه يعني ما تكون الصحيفة فيها انقسام طولي او عرضي او كده، ايه يعني الصحيفة لما ما يكونش فيها تداخل للأعمدة، ايه يعني ان الصحيفة تحت انا عايز اعملها كلها كده دوائر، مش عايز اعمدة اصلا خالص، بس يكون فيها الموضوعات بتاعتي ويكون فيها الشغل بتاعي. يعني دي اقتراحات بنحاول ان احنا نوصلها لمتخذي القرار، ان يعني يتركوا لاخصائي الصحافة او للطالب حتى يعني مساحة من الابداع والابتكار، ما يبقاش فيه يعني التقيد ب ان الهامش 2 سنتي، لو هو 2.5 لا ما ينفعش، لو 3 سنتي ما ينفعش، لو سنتي ما ينفعش، لابد ان العمود يكون عرضه كذا ويكون تداخله كذا ويكون فيه انقسام كذا. طبعا كل الموضوعات دي، كل الاشياء دي بتحول دون الابداع والابتكار، وان احنا يعني يكون فيه دايما تطوير كده وتجديد لصحف الحائط، ولكن مضطرين ان احنا نمشي على التعليمات التي ترد الينا من الوزارة، من الادارة العامة للانشطة، طبعا في النشرات العامة السنوية اللي بترد الينا كل عام، او التعليمات اللي بتصل الينا وترد الينا من التوجيهات المباشرة للادارات والمديريات التعليمية بجمهورية مصر العربية. ارجو ان المعلومة نكون شرحناها باستفاضة وتكون المعلومة وصلت. انا اعتقد ان ده يعني اول شرح لموضوع الانقسام او القطع في الصحف الحائطية، لاني بحثت كتير في الانترنت وغيره على الموضوع ده، وبصراحة يعني تعبت للغاية عشان اوصل لبعض البيانات وما كانش فيه، يعني انا ده يعني اجتهادي الشخصي واجتهادي الفردي، ارجو ان كان فيه اي تقصير فحضرتك يعني تسامحنا، لان طبعا الاجتهاد الفردي ده دايما يعني بيكون حسب الامكانيات المتواضعة بتاعت الشخص، ولو فيه اي معلومة حضرتك تقدر تفيدنا بيها او تساعدنا بيها، لا تتردد ابدا ان انت يعني توجهنا للخير وللرشاد، فنحن نرجو ذلك دائما. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.